كم هي ديونك؟ لا تعتقد أني أقصد الفلوس، فمش بالضرورة دائما الديون هي أمواله بس. قد تكون مديون بكلمة أو نصيحة من أحد الناس ثم عملت فيها فغيرت حياتك للأفضل، أو قد تكون مديون لشخص وقف معك في موقف أنت كنت فيه ضعيف حتى قويت. قد يكون هذا الشخص زوج أو زوجة أو أخ أو أخت أو صديق أو مسؤول إلى آخره. هذا النوع من الديون أو هذه الأنواع من الديون اللي أغلب الناس للأسف تنساها اليوم. مسموح أنك ما تسددها، لكن غير مسموح بل من العار أنك تنساها. لا تنسى فضل الناس عليك وإن نسوا فضلهم.